صباح الخير يا استاذ هبه. صباح الخير يا عم ابراهيم. عم ابراهيم والنبي ممكن تجيب لي الفايل من على مكتب استاذه اميمه عشان استاذ منصور وصلني ان يكون على مكتب. حاضر حالا يكون عندي. الو استنى استنى قولي العنوان فين. اه ماشي. الو ايوه بتقول ايه؟ قنبله فين القنبله دي؟ بتقول فين؟ نشهد واحدة أعنف العمليات الإرهابية وأشدها. يا غادة يا غادة تعالي شوفي ايه اللي بيحصل. في ايه يا ماما بتزعقي ليه؟ تعالي يا بنتي تعالي. بص تعالي. ولا وكما هو واضح على الشاشة رحيل جسد أحد الرهائن والذي توردت إلينا أخبار بأنه لواء في وزارة الداخلية. كان البحث قد استمر عنه طوال الأيام الماضية لينتهي بظهوره في أسوأ توقيت ممكن. الأعصاب لا تزال مشدودة والموقف لا يزال متوترا حتى هذه اللحظة. الآن لم يتمكن رجال الداخلية من تحرير الأسرى في الداخل. أيوة يا حمزة وصلت ولا لسه؟ بسرعة يا حمزة وأول ما توصلوا كلموني. يلا الكل لازم يخرج. افتحوا البوابات بسرعة وخرجوهم كلهم. يلا يا ابني يلا. ألو إيه بتقول إيه؟ تلفزيون؟ طيب طيب. لا يزال العجل التنازلي للقنبلة يتواصل وبسرعة مبكرا بالنهاية الزاوية القادمة إن لم يتمكن خبراء المفرقعات من التعامل مع القنبلة وإبطال مفعولها أو على أقل. واجد خد علاء معاك وانزلوا صوروا المكان وحاولوا تجيبوا الناس اللي جوه بسرعة. يلا دينا منى امسكوا صفحة الجورنال على فيسبوك وتويتر وتنزلوا خبر كل دقيقة. أي خبر تلاقوه تنزلوه. يلا اتحركي بسرعة. إسماعيل خد هناء معاك واعرف لي مين الناس اللي في المعرض باسمائهم وتليفوناتهم وحاول تكلم حد من جوه يحكي لك ايه اللي بيحصل. ها ورانيا هيا هيا تعالي لي بسرعه. اسماعيل الموضوع ده مهم جدا حاول تجيب حد من جوه تكلمه. ها بقول لك اقفي مع دالي هنا طلعي لي كل الاسماء. يلا يا جماعه بسرعه ارجوكم بسرعه. الحول يا باشا الحول يا باشا. لو سمحتوا مش عايز اي حد يقرب من جوه. يمين وشمال وبسرعه قعدوا على الارض. البوابات دي بتتفتح ازاي؟ بالكهرباء يا فندم. بالكهرباء منين يعني؟ اللوحه يا فندم طالع منها اسلاك عايزين نلمسها. ماشي انت كلها يلا. يبقى محدش يقرب لها محدش يلمس لوحه الكهرباء. ها في جديد؟ سيبين سليم لاعب لوحة الكهرباء بتاع فتح الباب. مش هنقدر نفتح الباب من جوه. يعني ايه مش هنعرف نفتحها؟ يبقى تتكسر. شوفوا لنا كده عن حاجه نكسر فيها الباب ده. الله ايوه ازيك يا حمزه. سليم انت اتجننت. اسكت وبلاش عفرطه واسمع اللي هقول لك عليه. انا مكلمك عشان اساعدك. بتساعدني ازاي يعني؟ الباب اللي انتوا عمالين ترزعوا فيه ده متلغم. يعني لو حد حاول يخرج او يدخل من غير اذني المكان كله هينفجر. قلت الحقك قبل ما تتغابى. سلام. ابعد يا بهاء ابعد عن الباب. في ايه؟ لو فتحنا الباب المكان هينفجر. نعم
فاخر الباب، لو فتحناه القنبلة هتنفجر. ايه؟ صباح الخير. صباح النور. كان عندي ميعاد مع مستر صبحي باسم سامح عثمان. طب ثانية واحدة أراجع البيانات. اتفضل. أيوة، بس الميعاد الساعة 10 ومستر صبحي لسه ما جاش. ده أنا اللي جيت بدري شوية. طيب في مشكلة لو قعدت استنيته؟ لا خالص، اتفضل. ميرسي. يا باشا عونا، يا باشا ايه عونا، ايه اللي حصل عونا يا باشا، ايه اللي حصل فيه؟ ايه القنبله دي يا عمويه ساعته اشتغلت يا باشا؟ طب ايه بس ايه يا جماعه، اهدوا ثانيه واحده، اسمعونا. الساعه بتقول قدامنا لسه وقت قد ايه يا فندم؟ نص ساعه بالظبط. يا جماعه حاضر، قبل نص ساعه تبقوا خارجين، هنخرجكم قبل نص ساعه. قبل نص ساعة خرجهم ازاي بس واحنا مش عارفين نفتح لهم اصلا؟ فين القنبلة؟ القنبلة جوه بس مش هنقدر نفتح الباب يا فندم. امال هندخل ازاي؟ مش عارف بس هندخل. بهاء، دكتور سليم، ازي حضرتك يا فندم؟ مش فاكرني؟ أنا حسام محمد، كنت طالب عند حضرتك في هندسة. ازيك يا حسام، أخبارك إيه؟ الحمد لله. ازيك أنت يا دكتور؟ أنا بقالي كتير قوي ما شفتكش، من ساعة اللي حصل معاك أنت وعلي. الله يرحمه. الله يرحمه. أنا آسف يا دكتور، أنا بس لما شفتك افتكرته. لا ولا يهمك. أنت طمني عليك، أخبارك إيه؟ كويس؟ أنا الحمد لله، اتخرجت واشتغلت في شركة بقالي 3 شهور وأهو ماشي، شوية كده وشوية كده. بس حضرتك كنت دايماً بتقول لي إن هي بتبقى كده في الأول. صح، وبعد كده هتتعدل وتتظبط وتبقى كله تمام، وانت اصلا كنت شاطر يا حسام، انا فاكرك كويس. ربنا يخليك يا دكتور. على فكره انا ما صدقتش اي حاجه من اللي هما بيقولوها دي، مش انا بس ولا انا ولا اي حد من الدفعه. هما يكتبوا اللي يكتبوه وينشروا اللي ينشروه، هما احرار، لكن احنا استحاله نصدق الكلام ده. دكتور سليم يقتل؟ والله العظيم العالم دي اتجننت، هو احنا مش عارفينك ولا ايه؟ مبسوط اني شفتك جدا، بس لازم اتكل على الله بقى. ماشي يا دكتور، انت مش عايز مني اي حاجه، اعمل لك اي حاجه؟ سلامتك وشد حيلك، خلي بالك من نفسك. انت كمان مع السلامه يا دكتور. مع السلامه.
ابعد شويه عشان الراجل يشوف شغله ومخرجه كله. ابعد شويه. مش معقوله كده. ساعدونا هتخرجوا. طب ما انت طلعت كويس وبتعرف تفكر اهو. قسما بالله يا سليم لو حد من اللي جوه حصل له حاجه انت ما تهددنيش. انت زيك زي اي كلب تسمع الكلام اللي هقوله لك بالحرف وتنفذه. ولو عملت غير اللي انا بقول لك عليه او قلت نص كلمه ما عجبتنيش ديتك معايا زرار. زرار هدوس عليه وكلكم تبقوا حتت في الشارع تتلم زي الزباله. اشتغلوا على مهلكم ولما يخلصوا الفتحه اللي بيعملوها تدخل لوحدك. او اقول لك دخل الواد التاني ده معاك هي فرصه يتعلم برضه. انتوا الاتنين بس اللي تدخلوا. لو حد زياده دخل او خرج من غير اذني انت عارف كويس ايه اللي هيحصل. يا جماعه ثواني ساعدونا كلنا يا جماعه. هتخرجوا ان شاء الله بس سيبوا الراجل يشوف شغله. ثواني. ما تخرجش حد. اسمعوني كويس قوي ومحدش يرد عليا. انا هخش ومحدش هيخرج. اسمعونا يا جماعه. لو جماعه اسمعوا. مفيش وقت. ارجوك التفلك ده مش مهم. انا معلش حقك عليا. مش هينفع صدقيني مش هينفع. لو حد خرج المكان كله هينفجر. انا هخش واحاول اتصرف. اتصرف ايه؟ ده مش شغلك. ده شغلنا يا فندم. صدقني اللي بيعملوا كده مراقبيننا وشايفين كل حركه احنا بنعملها. لو اي حد دخل غيري انا او بهاء او اي حد خرج المكان هينفجر. مش هتعرف وده مستحيل يا فندم. مش بمزاجي. ارجوك انا اول ما هخش يا فندم هكلم حضرتك في التليفون وتقول لي اعمل ايه بالظبط. لما تدخل بصور لي القنبله وبعت لي صوره وانا هقول لك تعمل ايه. حاضر يلا بهاء. يلا يا حبيبي ارجعوا لو سمحتوا. ارجعوا. محدش يخش ولا حد يخرج. طب ايه هنعمل ايه دلوقتي؟ هنصور القنبله زي ما قال وابعتها له. هات اوعى. ايوه فندم انا بعت لحضرتك الصور زي ما حضرتك قلت. اعمل ايه دلوقتي؟ حمزه خرجني من هنا. حمزه حاضر خرجك بس اهدى ارجوك. مع سيادتك يا حمزه. خرجني يا حمزه من هنا. اسكت بقى يا بنت سيبك. انا اسف يا فندم. مع حضرتك. القنبله دي محطوطه بطريقه غريبه شويه. الطريقه اللي مربوطه بيها حوالين اللواء مجدي تخلينا ما نعرفش نحركها ولا نحركه هو كمان. لو السلك ده اتقطع والدايره انفصلت هتنفجر. الموبايل ده كمان هو المفجر. لو العد التنازلي ده خلص واستقبلت اشاره تفجير من اي مكالمه كده على الموبايل برضه هتنفجر. طب والحل ايه؟ مفيش حل. القنبله دي محتاجه وقت كبير جدا عشان نعرف نبطلها. ده لو احنا اللي بنتعامل معاها. لكن اللي فهمته ان احنا ما نقدرش ندخل. بس المقدم حمزه من رجالتنا جوه ممكن نشرح له يعمل ايه وهو يتصرف. يا فندم الموضوع مش بالبساطه دي زي ما سيادتك فاكر. لا القنبله دي محتاجه حد يكون عنده خبره كافيه وكمان لازم يكون مجهز نفسيا قبل ما يبدا يجرب. طب والعمل ايه دلوقتي؟ مفيش عمل. الحل الوحيد اننا لازم نلاقي طريقه نخرج بيها كل الناس اللي موجوده هناك. حوالي 15 دقيقة يا فندم. أيوة شايفه. أيوة فندم. أيوة. طب نخرج إحنا طيب ولا نعمل إيه؟ إحنا هنسيب هنا. استنى. طب قوم شوف بيعمل إيه. لو سمحت خرجنا من هنا أرجوك. اسمعوني علشان أعرف أكلمكم وتسمعوني. اقعدوا. اهدوا اسمعوني بعد اذنكم لو سمحت. هنسمعك لحد امتى ارجوكوا لين هنخرج من هنا يا ابني؟ هيحصل والله يا فندم. اسمعوني بعد اذنكم. اقعدوا اهدوا انا بهديكم علشان نطلع بعضينا. حاضر يا فندم. انا عارف والله ان في قنبله شغاله جوه. انا عارف. اقعدوا يا فندم. اسمعيني انا معاكم يا فندم. انا مفيش حاجه يعني انا معاكم. لو في مشكله هتحصل انا ما كنتش هبقى موجود. انا تمام بطمنكم ان شاء الله كل حاجه هتحصل خير ان شاء الله. بس 10 دقايق بالظبط وكلنا هنخرج مع بعضينا. عشان كده انا جاي اقول لكم اهدوا واستريحوا وثقوا فيا. تمام. تعال يا حبيبي. انت اسمك ايه يا حبيبي؟ اسمي حماده. حماده بص يا وحش
انا هكلفك بمهمه كبيره قوي ها وانت قدها. انا عايزك تفضل واخد بالك من كل حاجه بتحصل هنا، ولو حد في الناس دي وقف او عمل اي حاجه تقف على طول على حيلك وتنده لي جوه على طول. ها انا اسمي اونكل بهاء. اسمي ايه؟ اونكل بهاء. ماشي. انت خايف؟ لا مفيش راجل يخاف. ها ايه يعني؟ ايه فندم؟ مش هنقدر نعمل اي حاجه. حمزه اوعى تسيبني اموت يا حمزه، اوعى تسيبني يا حمزه. ارجوك يا فندم. يعني ايه يا حمزه؟ يعني هتسيبني اموت يا حمزه؟ ارجوك يا فندم حاول تعمل اي حاجه ارجوك. هذا وقد اكدت عده مصادر ان هذه العمليه الارهابيه يقف وراءها التنظيم الارهابي المعروف باسم تنظيم نور الهدى، والذي تسبب في العديد من العمليات طوال الفتره الماضيه، الامر الذي اسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين، وكلها عمليات تمت بقياده جابر المحلاوي قائد التنظيم، والذي تمكن من الهروب مؤخرا بعد القبض عليه بمساعده الارهابي الهارب من حكم الاعدام سليم فواز. الو الو يا سليم، يا سليم سامعني؟ ايه اللي بيحصل عندك ده؟ انت بتعمل ايه؟ عارف والله العظيم لو اي واحد من الناس اللي جوه دول حصل له اي حاجه انا عمري في حياتي ما هسامحك. وانت عارفه كويس قوي الناس دي عملت ايه، وعارفه كمان ان انا مش هينفع اسكت ولازم ارد عليهم. يا ده طلع نفسك بره الموضوع ده خالص. انا مش فاضي دلوقتي، هبقى اكلمك بعدين. سلام. لا يزال العد التلاتوني للقنبلات يتواصل وبسرعه منتظرا في النهايه المأساوية القادمه ان لم يتمكن خبراء المفرقعات من التعامل معه. بهاء ما تسيبنيش يا بهاء ارجوك، ما تسيبنيش اموت هنا يا بهاء. انا عارف اني غلطت في نفسي. اسكت بقى اسكت بقى. حاضر حاضر. ايوه سليم ارجوك يا سليم ركز معايا واسمعني كويس قوي. الناس اللي بره دي ملهاش اي ذنب. تاني هنتكلم عن الناس اللي ليها ذنب واللي ملهاش ذنب تاني يا حمزه؟ ارجوك يا سليم ما تخليش اللي بيني وبينك يعميك. اسمع لو عايز اي حاجه اعملها فيا انا، مش انا اللي حاولت اقتلك؟ خلاص انا مش هخرج من هنا يا سليم، مش هخرج بس اخرج الناس ارجوك. لا مش موافق. يعني ايه مش موافق؟ يعني ايه؟ انت جننت ولا ايه؟ سليم ما تقعديش نفسك في 60 داهية. في 60 داهية؟ طب وايه اللي اتغير يعني؟ هو انت نسيت ان انا كان محكوم عليها بالاعدام والحكم اتنفذ فعلا؟ يعني تفتكر ايه اللي ممكن يتعمل؟ لما تقبضوا عليا هتسيبوني امشي؟ بص يا سليم لو المسألة يعني مسألة الحكم احنا ممكن يعني ممكن تخففوه؟ يعني هيبقى بدل ما الحكم اعدام هيبقى مؤبد مثلا؟ انت ايه اللي جدارك يا حمزه؟ انا كنت بقول عليك الوحيد اللي بتفكر اللي فيه. ايه اللي حصل لك؟ سليم قسما بالله العظيم لو حد هنا حصل له اي حاجه تاني. انت بتهددني تاني يا حمزه؟ هو انت بتتعلمش؟ بس تصدق ان انت فعلا عندك حق. اللعبه ايه طولت وبواخت قوي فعلا. بس لحد هنا وكفايه بقى، عشان انت مش هتخرج من عندك النهارده. سليم ايه بقى جاهز الناس علشان نخرجهم. هنخرجهم ازاي يا حمزه؟ هو انت مش قلت لنا هنحاول يا بقى هنحاول. انت شايف خلاص ما عادش في وقت، وكده كده هتنفجر، على الاقل نخرج الناس. طب ما هو لو سليم شاف الناس بتخرج علشان كده انت اللي هتخرجهم يا بقى. وسيبنا نحاول اعمل اي حاجه. هتحاول تعمل ايه يا حمزه؟ مفيش حاجه. خرج الناس يا بهاء. سيبني واخرج يا حمزه. مش هينفع مش هينفع اسيبك. خلاص يا حمزه مفيش وقت، سيبني واخرج. قلت لك مش هينفع مش هينفع يا حمزه. اخرج بقول لك. ارجوك اسكت يا عمري يا كابتن مخدر. اخرج اخرج يا حمزه. خلاص انا كده كده ميت. اخرج يا حمزه. حمزه القنبله وقفت. انت
عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه. امال مين؟ معرفش. في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ وفي تطور مباغت للاحداث، يبدو ان رجال الداخليه قرروا المفاجاه واخراج الغائب من داخل المكان بعد ان توقف العد التنازلي للقنبله فجاه ودون سبب مسبق. معنا من هناك مراسلنا من موقع الحدث احمد مصطفى. احمد، ما هو الموقف عندك؟ الموقف وكما هو واضح للجميع ان العد التنازلي للقنبله توقف فجاه، وان لم نعرف حتى الان ان كان هذا بسبب سيطره رجال المفرقعات على القنبله ام ان تنظيم نور الهدى قرر التراجع عن تنفيذ عمليته، والتي لو تمت كانت ستؤدي لسقوط عشرات الضحايا هم من الرهائن الموجودين حاليا داخل المكان. يا نهار اسود يا نهار اسود، اشتغل التاني. حمزه بقول لك يلا، مفيش وقت يا حمزه. يلا ابني وخرج الناس، امشي معاه خرج الناس. اخرج يا حمزه اخرج. اسكت. اسمعوني يا جماعه، ان شاء الله خير. خارجين؟ ايوه يا فندم. معلش وقت يا فندم، انا جاي افرجكم اصلا، فاسمعوني تمام. اسمعوني، احنا دلوقتي هنخرج بانتظام واحده واحده علشان ما فيش دقات ممكن تحصل وما فيش وقت، فاوكي اسمعوني وساعدوني. ماشي. تمام ماشي. يلا يا فندم بعد اذنكم واحده واحده. يلا يا حمزه ما فيش وقت. يلا يا فندم. يلا يا حمزه ما فيش وقت. يلا.